البارتي باكر مع شفت مع الشيخ علي مع لاكونتر شيخنا من سيتوار كان دوكا دوكا نوفل تكنولوجيا هذا السيستم الجديد اللي راه يكون فيه سيتوار مقسوم لقسمين حتى البروفيل حتى البروفيل تاع الديفلوبر دوكا ما عادش كيما بكري اهدا نسيت كيجي واحد باش يقول شي واحد يخدم عنده يقول له واش راك تخدم تا اسكو تخدم باكر ولا تخدم فرونتر فهمتي كان سحق على فرونتر شي واحد تاع جافا سكريبت ولا شي مال سي اس اس واحد باكا ماشي مود الفيزي شارب جارا اي حاجة في طول اي حاجة اي لونجاج في لونجاج دور هذا سميه في لونجاج دور راه كاع في ليبريدياس ماشي كيما جافا سكريبت تسمى في لونجاج دور نهضروا ان شاء الله على واحد السبب في هذا ما هو السبب نهضروا على الضغط على الضغط على الضغط وشو هو السبب اللي زاد في الحياة نفس الشيء اللي هو عجبوه في الموقع ماشي موقع توجد التشابه ترى جا ممكن تختار ما بين لونجاج وموقع دونك دير الاوجه التشابه هذاك اعطي يعني تشابه كبير وهما الجهاز ما سكريبت هذه راهي جافا وهذه راهي جافا سكريبت وهذه راهي سي شارب وهذه راهي نبداو مع ميكروسوفت دوت كيما شفتوا في الفيديو هذاك راه لاصقي ولا زيد ارتيك 47 وبعد خرج لاصقي دوت نت بديلو مكان ويب فورم وبعد خرج اصلي دوت نت راسو في ويب ابيس هادو لي تكنولوجي تاع ميكروسوفت اللي تطور بشويه بشويه بداو الاصلي بعد اصلي دوت نت وبعد اصلي دوت نت ام بي سي اللي هو راسو في ويب وبعد دركا واش خرج بعد اصلي دوت نت ام بي سي بصح شي على سيستم جديد سموه دوت نت كور وشو دوت نت كور؟ فوالا دوت نت كور هو شنو هو؟ هو قال لك شوف قال لك لاصقي هذا الدوت نت لاصقي كبر ياسر وما ولينش كونترا اليوم شاك فوا يحتاج واحد حاجه زيد بها يحتاج واحد حاجه زيد بها الكبر هما هما 15 سنه ليجي راك كبير ياسر نت فروموار كونجينا مش غير باسكيت دوت نت فروموار كبير فرق قالت لهم انا خدمت سيستم جديد سميته كور كيما جات العقلية تاع الكور بدي الاولى سماو اصلا دوت في انكس ما كانوش في ديسيبلين ثمانية حسب واش خرج كانوش في ديسيبلين شي فريمون يكريو الكور ما خدمتش بعدها طلعت اصلا دوت نت وهنا ديسيدا يتوجهوا للاوبن سورس بعد راحوا كريو في سنة 2019 أصلي دوت نت كور فيرسيون أ نسمى دوك شنو اللي عندنا عندنا فروم وورك اسمو دوت نت فروم وورك دوت نت فروم وورك هذا شنو موبيل نحكم به السيكوال عن طريق أصلي دوت نت عادي نحكم به سواء ان في سيكوال ولا ويب فورم ديجا هو فيه ايضا سيكوال بيج في كاس الواجب غير ويب فورم غير السيكوال تاع الميكروسوفت تاع الاسم جينا دوت نت فروم وورك في كاس وزيد باش نحكم نحكم به بالبي بي ان دوبل بي ان كلشي هو سي اس اس يخدم لك ديسكوب تاع الكاسون ديسكوب ريش نقوم به بالويب فورم والوي فورم اللي يخدم لك ديسكوب كاسون ديسكوب عادي فهمت كيف تسمى ديجا غير هذا راه متقسم عندك قداش قداش الحاجه يمكن يخدمها وبعد تخرج ديك ماري ديك ماري هذا نفس التقريب اللي كان فورم هضرنا عليه هنا عندك كان تخدم لك يو اس او تخدم لك ويندوز فورم وكلش سما كروس بلاتفورم ديك ماري بازي على سي شارب بازي على الانترفاس استخدمها من الاكزامبل الاكزامبل سي كوم اكزامبل ايش بدل سي اس اس هذا هو سي اس اس وهو شغل لي زابليكاسيون فوالا شغل لي زابليكاسيون موبيل حنا دوك عندنا ولا لي زابليكاسيون لي جدد لي ولاو حتى جماعه الويب جماعه بي اش بي دوك جماعه كي يخدم مش بي اش بي بي اش بي زون سطحي زعما جماعه جافا سكريبت اش ام ال وكذا كي يبداو يخدموا دوك لي سيت ويب ما عادش يروحوا للبي اش بي يروحوا ديريكت دوت نت علاه لانه ليجي صغير اوبن سورس فهمت كيفاش ثم الاصل دوت نت كور فيه هذا البيانات تاع دوت نت كور اوبن سورس هذا اللي كان ثم دوك انا باش نكريو دو سيت ويب ثم ان سيت ويب اللي ما عادش هي في الكونسورس اما سوا مع راسي دوت نت كور ولا عقلي ديما اللي هي راسي دوت نت نورمال يعني كيف كيف عندك ماشين عاودوا كتبوا لي ليبري تاعهم من الزيرو
خدموا حاجه ديجي اوبن سورس بطريقه اخرى تغير بعض الامور برك بصح لونغاج هو سي شارب. إذا رجعنا بكرة في الدابة مؤخرا زادوا الويب فورم والبي دي اف عفوا البي فورم والبي دي اف زادوا على الفضاء ثم تركوا ولا تخدم البي دي اف اللي يصير على مربع سنتين ولا ما يخافش ثم تخدم البي دي اف ليش ما شاء الله بس احنا نعمل على الويب عشان نعمل على ثم هنا السلسلة الكبيرة كاين الويب فورم كاين البي سي وكاين الويب ابي هذا السيستم هنا ايضا كاين الميسي على هذا الميسي تبدا تخدم فيه ويب ابي تبدا تبين تخدم فيه راسو على الميسي تسمى هذا الريسورس وبازي على الميسي في الدوت نت وبقى حتى هو حتى كاين بازي على الميسي هذا اللي يضرب الستور وهذا نفس هذا العدد تسمى هذا هو جديد هذا وقع بازي على الميسي في الكورس هذا في نديرو امثله والجواب تاعك هذا هو تحب كي تبغى تخدم مع تقنيات مايكروسوفت قلنا فرونتاند قلنا رياكت معين قلنا رياكت ولا انجلر ولا فيديو ولا حتى جي كويري ولا حتى جافا سكريبت ولا حتى تايب سكريبت هذا تاع تسعه تاع سكريبت وحده هذا تاع جافا سكريبت وحده هذا تاع جي كويري وحده هذا تخدم فيو ولا رياكت ولا انجلر كيما عندك تاع فرونتاند غير دابا جافا سكريبت قطع نجيبو مثلا غير فرونت وركات لازم يكون تحت الكور، تبدأ تستخدم الأبليكيشن وضعية كور.